أهلا معكم من مريم تي في، بترافق أنا وياكم بحلقة جديدة من برنامج أون تايم. هالبرنامج اللي أسبوعيا وكل يوم بيكون في حدا من الزميلات كمان عم بيقدموا فيه كل المواضيع الثقافية الصحية الطبية وأيضا كل أحداث البلد. وهالأحداث مثل ما عم نلاحظ عم تتسارع مؤخرا، والدنيا مليانة شرور، لهيك القلق عم بيصير أكتر متملك بكل لبناني. حتى ولو شفنا أنه المطاعم مليانة برويدة والبحر مليان برويدة وفي سواح وفي مغتربين عم بيجوا يزوروا، وإنما بالنفوس دايما في ستريس وفي قلق. بس نحن المؤمنين المسيحيين عنا رجاء بالرب يسوع المسيح، واللي بيسوي بنظره على الرب يسوع كل هالمشاكل اللي عم نعاني منها ما بتأثر عليه سلبا بتاتا، وبيكون عنده سلام داخلي وعايش بطمأنينة. لهيك بدي أتمنى لكم ببداية هالأسبوع المبارك بركة الرب يسوع ترافقكم وتضلوا أنتم متحدين فيه إلى الأبد. آمين. اليوم موضوعي وبالفقرة الأولى بحب أحكي عن المرأة في الأعلام. فبظل هالفوضى الإعلامية اللي عم نشهدها، نلتقي بإعلاميين محترفين درسوا اختبروا ونجحوا بالمهنة، ومنقول بعدها الدنيا بألف خير. الإعلامية ميشيل لاساسين هي إحدى أبرز هالوجوه الإعلامية على الساحة مع خبرة طويلة بالمجال، وهي ناشرة ومديرة موقع كورا ميديا كومباني، وبصرنا تكون ضيفتي اليوم لنعالج هالموضوع. اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا فيك جورج، ميرسي على حسن الاستقبال. اهلا وسهلا ميشيلا، بتشرفينا وانت معوده دائما تكوني عم بتحاوري مش تتحاوري. نعم. فرح تحسي شوي بغرابه اليوم، وانما بهيك اسم الزماله والصداقه اصلا العائليه رح تكوني طبعا مرتاحه، ولا تقدري تخبرينا كونك امرأة إعلامية ناجحة بالمجال شو تحديات المرأة الإعلامية اليوم بظل هالظروف الصعبة اللي عم نعيشها، بالوقت اللي كل شخص حامل موبايل بسمي حاله إعلامي، بزت الخبر على إكس أو تويتر سابقا، على الفيسبوك، على الإنستا، مثل ما بده وشو ما بده، وما في رقيب ولا حسيب. نعم، المرأة بمجتمعنا الشرقي بتواجه من زمان تحديات، وليس فقط المرأة الإعلامية يلي بتواجه هذه التحديات. أما إذا بدنا نحكي بالإعلام كوني إعلامية، نعم المرأة بتواجه كتير تحديات. يعني بتتخصص بالجامعة، وقتها بتفوت على سوق العمل بتعاني كتير لحتى تاخد فرصة تستاهلها. نحن هلأ بزمن السوشيال ميديا وزمن مواقع التواصل، ومثل ما قلت كل واحد حامل موبايل بيسمي حاله إعلامي. في عالم درسوا وأخذوا شهادات وظلموا بهيدا المجال، ما فتحت لهم الفرص أنه يوصلوا ويبرزوا أنفسهم. وسنوياً بيتخرج كتير. نعم. عدد كبير، والأغلبية بنات، الأغلبية بنات يلي بيدرسوا إعلام. صحيح. لأنه الشاب ما بيفوت كتير إعلامي يعني إلا ما يكون عنده هالشغف. نعم، بلبنان عندك أول سبب بتعاني منه المرأة هي الضغوطات السياسية أو ما يسمى الواسطة بمجتمعنا اللبناني. لازم يعني تكون تابعة حزب. نعم أصلك. لازم تكون تابعة حزب أو حدا عم يحكي لك بواسطة حتى تفوت وتتوظف، حتى لو ما عندك الكفاءة، لو ما عندك حسن يعني مسيرة إعلامية كافية، المهم عنا الواسطة. لأنه أغلب الوسائل الإعلامية تابعة لزعماء وأحزاب سياسية. نعم. يعني المواقع المستقلة في لبنان نادرا ما تلاقي موقع مستقل أو له تأثير من أحد السياسيين. بيكون فني، ما بيكتب سياسي. بيكون فني. نعم. نعم. من هون المرأة بتواجه تحديات. يعني أيام بيطلبوا أنه بيركزوا بمحلات معينة على شكل المرأة أكثر من ثقافتها، وإذا كان شكلها منه كتير مثل ما بيقولوا ملكة جمال، ما بتاخد فرصتها ولا بتوصل ولا بتطلع على التلفزيون، بتضل محصورة بالإعلام يلي هو إعلام محدود أو مكتوب أو مواقع التواصل. للأسف عندنا بعد بلبنان هيدا التفكير من ناحية الإعلاميات، أنه الإعلامية لازم تكون هي توب موديل أو لازم تكون ملكة جمال لحتى تطلع على الشاشة، وهيدا الشيء غلط. هيدا الشيء لازم يتضوى عليه. مين قال من بالغرب مثلا الكبار. بالغرب غير نظرة، يعني عندك اللي بتفرض حالها
بمحتواها، بفكره، بفكره، بثقافتها ايضا. اوبرا وينفري يعني نعم. معروف انه صارت من أهم أشهر الإعلاميات في وأهم العالم. الإعلاميات بالعالم. نعم، هيدا للأسف بالمجتمع الشرقي، يعني بعد المرأة بتواجه تحديات. نعم. ومثل ما قلت، صار كل واحد حامل موبايل هو إعلامي للأسف. للأسف الإعلام مش هيك، الصحافة مش هيك. الصحافة هي شهادة بنشتغل عليها، بنتعب عليها، بندرس بالجامعة، ناخد خبرة بمسيرة مهنية طويلة. مش كل واحد كتب على الفيسبوك أو على إكس أو على الإنستغرام صار بيسمي حاله صحافي، وبيقدر يفتح موقع. نعم، وبيفتح موقع وبينشر أخبار وبيقول إنه صحافي. وعينك تشوفي العربي ساعتها بالأخبار. نعم، ما في لغة التاء عربية. طويلة بتكون نعم. قصيرة والهمزة مدري وين. نعم، أو بيطلعوا على الشاشات، مهم إنه نمسك الميكرو، صرنا نحن إعلاميين. للأسف يعني هيدا اللي وصلنا له بانتشار مواقع التواصل الإعلامي. على فكرة هول هن اللي عم بيندعوا على إيفنتات كبيرة. نعم. ليروحوا يغطوها كرمال ينشروا فيديوهات أو على التيك توك. صح. أو ريلات أو يجيبوا مشاهدات، لأنه صارت المشاهدات بهيدا الزمن أهم من المحتوى. صح. يعني أهم الواحد يطلع يسمع مثلا ندوة ثقافية أو خبر مقروء بشكل جيد، بهمه حدا ماسك الموبايل وعم يضحك وحاطط شوية موسيقى يعني ليجيبوا فولورز، مش يعني أكثر صار من بهمهم بيفتشوا أصحاب الإيفنتات على مواقع عندها نسبة مشاهدة كبيرة، ما بهمها شو المحتوى اللي ما بينزل، بهمهم المحتوى، بهمها أنه هيدا الموقع ناجح لأنه عنده عنده نسبة فولورز نعم. كبيرة. نعم. سو خبرهم رح ينتشر لأبعد. وأحيانا بيكونوا هودي الفولورز على فكرة فيك فولورز، والناس بتنغش بهيدا الموضوع أو بينشروا أول فترة أول ما ينعمل. نعم. الموقع. نعم، بينشروا. يعني حضرتك عندك خبرة طويلة وباع طويل بهيدا المجال، اشتغلتي مع الوكالة الوطنية. صحيح. كصحفية وكريبورتر مندوبة لإلهم بالشمال، كمان اشتغلتي بموقع إلكتروني، وهلا حاليا استقليتي يعني افتتحتي موقع لوحدك. نعم. خبرينا اول شيء عن الموقع وكيف تجرأتي، لانه بده مصروف، بده اجار موظفين، بده تنقلات، بده نعم. حتى الموقع بده كل سنه يندفع عليه. نعم. يعني منه هين. نعم. بعد هيدي المسيره الطويله بعالم الاعلام وبالصحافه المكتوبه والصحافه يلي هي بشكل تلفزيون على مواقع التواصل والمنصات، أخذت قرار أنه أنا من المفروض أكون مستقلة بعد كل هيدي الخبرة. يكون القرار إلي بمؤسسة أنا بأسسها، بيكون معي فريق عمل خاص. شفت هالشيء أنه من الأفضل ما تكون بمؤسسة عم تتعرض لضغوطات يومية، عم بتعاني من مشاكل يومية، يمكن أنت حابب توصل فكرة. بأثر على نفسيتك وعلى نعم، حماسك يمكن أنت بالشغل. حابب توصل فكرة مش قادر توصلها، حابب تعمل بروجرام مش قادر تعمله، حابب تضوي على موضوع معين لحسابات معينة مش قادر أنت تضوي عليه. شفت أنه بعد كل هالخبرة، مثل ما قلت أنا مندوبة الوكالة الوطنية بالكورة من 10 سنين وبعدني لهلا. نعم. وعندي خبره طويله، فشفت والحمد لله يعني عندي مسيره، ما الواحد ما بيحكي عن حاله ابدا، الناس هي اللي بتحكي عنه. صحيح. فجربت انه اكون مستقله، اسست هيدا الموقع بالتعاون مع 4 اشخاص من زملائي، كل حدا عنده اختصاصه يلي هن التصوير، المونتاج، الجرافيك ديزاين، وانا بالاعلام، وعم نحاول نوصل صوره المجتمع الكوراني يلي انا عايشه فيه والمجتمع اللبناني ايضا. يعني الموقع مش محصور بالكوره، هو بيحمل اسم الكوره كوني انا صحفيه كورانيه، حبيت انطلق من هيدا الاسم، لكن هو من الكوره لكل لبنان. انت بنت القضاء اصلا. نعم. يعني وربياني. نعم. فيه، وعندك علاقه قويه بكل الاطياف السياسيه، كل الاطياف وكل الشخصيات وحتى السياسيه. كنت تعملي برامج يعني اجتماعيه وبرامج تخص حقوق المراه. يعني نعم، صحيح. استضفتي ببرنامج نساء رائدات يعني. نعم. عندهم انجازات مشوار بالبلد. امراه. نعم، مشوار امراه. برنامج مشوار امراه كان على احدى المنصات الكورانيه اللي كنت اشتغل فيها. هيدا البرنامج انا شفت فيه انه بيضوي على نشاطات المراه، يعني كون بالمجتمع عندنا بعد المراه مش ما انصف المجتمع. نعم. بشكل كامل، وفي نساء ناشطات مثقفات عندهم جمعيات بيشتغلوا ليل نهار وبيحققوا بشغلهم بعد اكثر من الرجل. فقلت انه ليش ما بنعمل بروجرام بنضوي عليهم. استضفنا نساء من الكوره، من الشمال،
من بيروت, من بيروت كانوا يجوا لعنا صحيح. اعلاميات وزميلات ومؤسسات جمعيات, والحمد لله نجح وحقق كثير من المشاهدات. هذا البروجرام لازم ترجعي تعيديه عنا. شكرا. نعرض لك حلقات عنا. هلا في تحديات, يعني سالتك ضمن سؤال افتتاح الموقع كيف تجرأتي؟ أنا شخص معروف عنه أنه جريء, بشغلة جريئة من أول ما بلشت مسيرتي الإعلامية, وأنا عندي جرأة يعني. بس الإعلام بتصبري. نعم بصبر, في صبر ولكن على عندي مرحلة معينة لا تشوفي أنه انقطع الأمل بتاخدي قرار تاني. أكيد في صبر, يعني ما فيك أنت تجي تعمل شغل وتقول من وتقيمه دغري بده يوصل لمرحلة عالية كتير من أول شهر أو شهرين أو ثلاثة. القصة صحيح. بدها صبر, ولكن أكتر شيء خلى يكون عندي ثقة بنفسي هو مسيرتي الطويلة وثقتي بالشغل يلي بقدمه. مثل ما قلت لك لكافة أطياف المجتمع, يعني نحن بنتوجه لكافة الناس ومنغطي لكل الناس. فقمت بهيدا الشغل وشوي شوي الإنسان بيطور ما خفتي نفسه. ما خفتي أنه مثلا ممكن تقلعي مهنيا بس ما تقلعي ماديا؟ نعم لا ما خفت. ما خفت, عندي ثقة أنه منقلع مهنيا, نحن أصلا مقلعين, وماديا أنه كتر خير الله عنا شغل إعلام وإعلانات على الموقع, منمول حالنا بحالنا, وان شاء الله مع الايام بنصير اقوى من هيك. طيب هيدا على الصعيد الشخصي, على الصعيد بالاجمال تحديات الاعلامي الرجل او المراه شو هي؟ شو عم بيواجهنا مشاكل؟ بيواجهنا مشاكل, نحن عايشين ببلد في كثير تحديات. يعني هلا الاعلام ما بقى يقدر يعيش يعتاش من مهنته. هون عم نقول عايشين ببلد في كثير تحديات, ابرز هيدي التحديات هو الوضع الاقتصادي اللي عم بيعيشه لبنان من 4 سنين. صحيح. منذ انطلاق ما يسمى بالثورة يلي غيرت كتير بلبنان, يلي من وقت الثورة تغير الدولار, ارتفع الدولار, انخفضت المعاشات, وظلموا الموظفين وبالتحديد موظفي القطاع العام يلي أنا منهم. أنا بالوكالة الوطنية كما ذكرت, ومعاشاتنا صارت كتير 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 ضئيلة أيضا نعم بالقطاع الرسمي بالتحديد. القطاع الخاص ممكن يكون المعاشات شوي أحسن أفضل. نعم هيدي التحديات واجهت الإعلامي. الإعلامي يعني بينزل على الأرض, بيغطي, بيواجه مخاطر, أحيانا بيتعرض لمخاطر أمنية, لتهديدات أمنية. صحيح. بالمقابل يلي عم يتقاضاه من المؤسسة أو الوسيلة الإعلامية يلي بيشتغل فيها ما بيكفي أحيانا بنزين, ما بيكفي تأمين على صحته. يعني هيدي من أبرز شغل ليل نهار. نعم هيدي هي من أبرز التحديات يلي هي الاقتصادية يلي عم تدفع بالعديد من الشباب إن كانوا صحفيين أو غير صحفيين بالاتجاه إلى الهجرة والهجرة من لبنان. بالتوظيف أكيد بتواجه تحديات, مثل ما حكينا أنه في وسايط بلبنان, وغير أنه في وسايط أنه كمان في يعني أصحاب الكفاءة صاروا خارج البلد. مين كمان اللي بتوصل من الإعلاميات برأيك بكفي تكون يعني بارعة بمهنتها؟ لا بلبنان ما بعتقد بكفي انه تكون بارعة بمهنتها لحتى توصل, والا كل الزميلات يلي كانوا معنا اثناء التخصص وبالجامعة شفنا عدد ضئيل جدا منهم, عدد ضئيل جدا ما بينعدوا على الاصابع, وصل واسس مهنة واشتغل بالحقل الاعلامي. كثير منهم اشتغلوا بغير حقل, يعني في عندك مؤسسات بتفرض الشكل, عندك مؤسسات بهمها التوازي بين الشكل والثقافة, وفي مؤسسات بتظلم عن جد الإعلاميين. لكن الإعلامي هو لازم يواجه هذه التحديات, يشتغل على حاله, يطور حاله. إذا كان شكله مش لائق أنه يظهر إعلاميا يطور شكله, إذا كان إلقاؤه مش لائق أنه يظهر إعلاميا يطور الإلقاء عن طريق الندوات والدورات التدريبية. يعني في كتير أساتذة كبار بالإعلام اليوم بلبنان عم بيقوموا بكتير من دورات تدريبية, مثلهم الإعلامية ميش ضياء يلي أثبتت أنه المرأة قادرة توصل يعني وأسست مؤسسة وأكاديمية وفيها العديد من الدكاترة يلي بيعطوا ندوات ودورات تدريبية وشهدت, وبتقدر تتخصص وتقوي نفسك ضمن هيدي المؤسسات. يعني انت بس تشتغل على حالك بتوصل نفسك انه تواجه التحديات الموجوده بالمجتمع. ميشيل هلا بهذا العصر عم نشوف يعني نساء عم بياسسوا مواقع الكترونيه. نعم. بس قبل ما كنا نشوف نساء بياسسوا محطات تلفزيونيه, غريب.
يمكن تكون تقصد انه مديرة مثل مثلا، ان شاء الله بتصيري انت نعم هي بتكون مديرة ايه، ممكن مثل بنيو تي في مثلا مديرتها، بس وانه بيا لانه صاحب المؤسسة، نعم بس ما بعرف اذا هي لحالها كان عندها فكرة المرأة تأسس محطة نعم بالمدينة. المرأة فيها توصل مثل ما بتوصل انه تكون مديرة جمعية، مديرة مدرسة، مديرة مكان تجاري، فيها تكون مديرة مؤسسة إعلامية وتصنع هيدي المؤسسة. مديرة فيه بس نعم مؤسسة، يعني هي مؤسسة اللي تفتتح المشروع. ناشرة المشروع، نعم بعضهم أقليات من هيك. أنا أخذت هيدي الخطوة لنثبت إنه المرأة قادرة توصل لو فيها مخاطرة، ولكن قادرة هي تنشر موقع، تصنع مؤسسة، خاصة إذا كان عندها خبرة طويلة بهيدا خليني أحكي المجال. أنا وياكي عن موضوع كتير مهم، شو التأثير السلبي على المتلقي من أصحاب مواقع أو محطات تلفزيونية أو إذاعية بالتجييش الإعلامي؟ لأنه نحن بنعرف إنه كل مؤسسة تقريباً ما عدا تلفزيون لبنان مسيس، عنده مسيس نعم تابع لزعيم، تابع لحزب معين، وبده نعم يروج لأفكاره، ومقدمات نشرة أخباره بتبقى لاذعة ومسمومة، وكل واحد ضد هالفكرة بحس حاله هو معني معني معني. نعم نعم قد ايه بتأثر على الشعب اللبناني اللي بده يربي بقلبه حقد تجاه الآخر؟ نعم الإعلام مثل ما له إيجابياته بيوصل الصورة، بيضوي على الحدث وعلى الشخص، له أيضا تأثيرات سلبية خاصة بوجود مواقع التواصل يلي منها مضبوطة، يعني ما فيها منها مضبوطة. من هون دور وزارة الإعلام، المجلس الوطني للإعلام، بضبط المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل يلي بتسمي نعم حالها هي مواقع صحفية. يعني أكيد له تأثير، خاصة الإعلام المسيس. من وين التأثير؟ إذا أنت طلعت خبر عندك على المنصة أو على الموقع تتناول فيه اي موضوع او خطأ، ام في سياسي او زعيم او مسؤول او عضو بحزب معين، بيجيش لك جيشه الالكتروني وبينزلوا فيه كومنتس وتحقير بمهنتك وتحقير بشخصك أو واهانه بلاقوا لك لك، فضيحة معينة مثلا فضايح. بفبركوا لك نعم إياها. ممكن بتصير، بس بالاكثر هي تعليقات بتطالك بالشخصي، انت مين مفكر حالك، انت عم بتحاور الضيف، انت عم تاخذ طرف، انت كذا، كل هيدا لانه انت وصلت فكره هن عن زعيمهم هن مش حابين انه يوصلوها. واجهتك هيك مشاكل؟ طبعا واجهتني هيك مشاكل كتير. كيف يعني كيف بتتقبليها؟ قديش صعب هيدي اللحظة اللي عم تقري هالكم من الكومنتات السامة؟ يعني واجهتني بفترة معينة بمؤسسة معينة لأنه كان في تنوع داخل هيدي المؤسسة، وكان في أشخاص دائما من هون ومن هون يحاولوا إنه يضغطوا على علينا، يعني إن كان من ناحية الأخبار أو من ناحية المقالات أو من ناحية. أنا ضد، أنا مع إنه صاحب المؤسسة يلي بيأسس مؤسسة وبيحط موظفين معه هو مفروض يكون واثق من نفسه واثق فيهم إنه قادرين يوصلوا الخبر. انت اليوم صاحب مؤسسة، اذا بدك تفرض على الاعلامي ما فيك تكتب هيدا الخبر او ما فيك تمرق هيدا الخبر لانه بيعمل لي مشكل مع زعيم، بيعمل لي مشكل مع صديقي يلي بينتمي لحزب، انت بطلت رئيس مؤسسة. وانت اذا بطل كنت في مصداقية. مصداقية، وانت اذا كنت صاحب مؤسسة بدها توصل بده يكون عندك غير الموضوعية ايضا ثقة بفريق العمل الموجود. اليوم الاعلامي عشو هو اعلامي ليوصل الصورة ولا ينقل الخبر؟ هيدا التجييش الإلكتروني فينا نواجهه بطريقة تانية، مش بكبت الإعلامي إنه يقول رأيه، فينا نوقف في الكومنت. حرية إعلامية بلبنان مثل ما كان يدعى زمان؟ نحن بندعي إنه بلد الحريات وبلد الديمقراطية، ولكن للأسف وقتها بتجي بتشتغل ما منشبه شيء من الديمقراطية يعني. وهيدا واجهته بعملي الإعلامي، يعني بتكون اليوم موجود بندوة عند أشخاص معينين بتغطي لهم إياها بكل صدر رحب، يعني تاني يوم إذا كنت موجود عند أشخاص تانيين بيقولوا إنه عم نشوفها هون وعم نشوفها هون وعم تنقل. نحن شغلتنا بس ما ننقل هيدي لكل شغلتنا الناس، ننقل لكل العالم نحن ما فينا نتبع شخص معين، ما فينا بغض النظر الإنسان هو شو شو عنده رأيه مبادئ الشخصي أو شو وشو بيتبع عنده أو رأي نعم. شخصي، ولكن الإعلامي هو لكل الناس. عندك أشخاص بعد ما بتتقبل أنا أول ما الإعلامي بيكون تعلمت عنده رأي ما شخصي. بنسى أستاذ يوسف شاهين بجريدة الديار نعم قال لي جورج الصحافي ما بيكتب رأيه الشخصي، نعم لأنه إذا كنت عم تكتبي عن موضوع، بس إذا طبعا عم بتكتبي عمود بأول صفحة هذا شيء تاني، يعني نعم بتحطي شو عم بيصير بالبلد من منظارك ورؤيتك أنت نعم كإعلامية. هون بيفهموها كلها انه اذا اعطيت رايك بموضوع انه هيدا نابع من شيء
شخصي. بالعكس هيدا اكيد مش نابع من شيء شخصي، لانه الاعلامي يلي بده ياخذ كل شيء شخصي ما في ينجح ولا يوصل لاي محل. ولكن للاسف مثل ما قلت في تجييش كثير على الصحفيين، بيقدروا يواجهوها بالتعاون حتى بين الفنانين بعض، مش بس سياسيين، حتى الفنانين، حتى كل شيء، كل الناس الناشطه بالمجتمع بتواجه هيك نوع من الحرب الالكترونيه، خاصه انه المواقع التواصل مثل ما حضرتك ذكرت صارت كثير منفتحه وغير مضبوطه وما في قوانين. غير مضبوطة باسم نعم الحرية الإعلامية، نعم مع أنه ما نعم في حرية إعلامية. يعني نعم صحيح. إذا كل عصر بنشوف أنه في مجموعة من العالم عم تنزت تدرمها بالسجون لرأيها، نعم صحيح. لأنه بعكس رأي السياسي المهيمن على نعم الساحة نعم في إعلاميين ظلموا ورفعت دعوى ضدهم. بحق ضدهم بالقضاء اللبناني ومثله أمام القضاء، ولكن هيدا الصحافي بالنتيجة عنده رأي، يعني بالنتيجة هو إنسان، يعني قد ما يحاول يكون موضوعي ولكن بده يوصل الصورة. موضوعي انا مع انه موضوعي بس بدون تجريح، نعم بدون يضل في تجريح. هيدا الرقي بالاعلام. نعم ميشيلا، بنهايه هيك فقرتنا، شو بتحبي توجهي نصيحه للطلاب بكليه الاعلام؟ الطلاب بكلية الإعلام اليوم يلي عم يتخصصوا وبهيدي المهنة بالذات يلي بتواجه كتير تحديات بلبنان، يعني بلبنان الإعلامي بعده لهلا مش آخد حقه، مهنة المتاعب مهنة بسموها. المتاعب، بتركض بتركض بتنزل على الأرض بتتعب بتروح بتغطي نشاطات، ولكن المقابل متدني جدا. يعني الإعلامي بلبنان باختصار ما في عمل مصاري، يعني اللي بده يتعلمها بده بيعرف يتعلمها، حاله بده انه يعرف رايح حاله على، إنه رايح على المتاعب، في شهرة ولكن ما في مصاري بده بمهنة يكون عم الإعلام، يشتغل لشغفه بس، لمجرد لشغفه، شغفه. نعم لشيء هو بيحبه. إذا كانوا هن بيحبوا هيدا التخصص ما فيك تقول لهم اتجهوا على تخصص آخر، ولكن بالمدارس بصفوف الترمينال المفروض هن يهيئوا الطلاب للاختصاصات الجامعية وينصحوهم بالاختصاصات يلي عم بتجيب أكثر بسوق العمل، كون لبنان عم بمر بأزمة يكون في اقتصادية، توجيه. يكون في توجيه لطلاب نعم. المدارس. أما إذا هن بحبوا هيدا الاختصاص وعندهم إياه شغف ومثل ما بيقولوا بدمهم الإعلام، يدرسوا يعملوا دورات تدريبية، يحضروا ندوات، يتخصصوا، يوصلوا، يتعاونوا مع بيعملوا دكاترة، خبرة ولو مجانا. ياخدوا خبرة. أنا هيك نعم برأيي إنه هي أهم اللي شيء بتعلم على الخبرة. الأرض، نعم الخبرة. مش ضروري دغري نفوت بسوق العمل ونفوت بمعاش، أنا أول ما بلشت بقيت 5 سنين وأنا استاج، اشتغلت كتير خمس ببلاش سنين لحتى وصلت. مجاني واستاج طبعا لحتى دخلت وزارة الإعلام، ومن هون كانت بداية أنا مسيرتي. 20 25 سنة ما أتجرأ أقول أنا إعلامي، نعم أقول أنا صحافي صحافة. بمؤسسة معينة، لا أكثر ولا أقل. نعم نعم في يعني المسيرة طويلة بتبدأ طبعا شوي شوي وخطوة خطوة، وصعود السلم دايما بيكون خطوة خطوة. ميشيلا ساسين الزميلة الإعلامية، شكرا لحضورك معنا من شمال لبنان، بتمنى لك كل التوفيق بموقعك نعم الجديد. شكرا لك جورج، أنا بعتز فيك، إعلامي نشيط وإعلامي صرت عملة نادرة بهذا الزمن بتضحي في سبيل مهنة الإعلام والصحافة. شكرا أيضا على الاستضافة، كنت كتير مبسوطة اليوم معك بهذه الحلقة. تسلمي، الله يباركك. نحن بناخد بريك وبنرجع منواصل.